اهلا بيكم، انا الكاتبه نجلاء محفوظ، خبيره اجتماعيه ومساعد رئيس اهالي الاهرام. الحقيقه في كتير قوي من الزوجات بتتعب نفسيا وبتعاني كتير قوي بسبب العلاقه مع الحما، لدرجه في مثل بيقول لك العمى الحما يا اما تبقى عمى او ام تانية من السماء. لا، هي بلاش تبقى، هي مش هتبقى ام تانية من السماء الا في حالات نادره جدا، بس بلاش تبقى اعمى برضو، يعني مش لدرجه ان احنا ايه نسخن نفسنا عليها. دي نقطه. هي كتير قوي من المشاكل ما بين الحما والزوجه بسبب ان مين فينا ليه تاثير اكتر على الزوج، مين فينا اللي ممكن كلمته هتمشي، مين فينا اللي هيدلعها اكتر. لا، يعني انا في مره في زوجه قالت لي انا مهما عملت لزوجي على طول فاكر مامته. قلت لها ماشي، انتي اخبار باباكي ايه؟ قالت لي حبيبي. قلت لها اوكي، يعني انتي زوجك كويس معاكي؟ قالت لي اه. طب نسيتي باباكي؟ قالت لي لا. قلت لها نفس الحكايه، يعني انتي زي ما انتي مهما زوجك كان كويس معاكي مش بتنسي والدك، نفس الحكايه هو برضو مش هينسى والدته مهما ايه كنتي ايه كويسه معاه. المطلوب مش ان هو ينسى والدته او انك انتي تكوني احسن، لا، خليكي ذكيه، خليكي لسانك حلو مع حماتك، زوجك هيحبك اكتر، هيحس انك انت بتعملي له حساب، انك بتحترمي رجولته، انك مكبراه، وحطي مليون خط تحت كلمه مكبراه قدام مامته وقدام اهله، فهيتعامل معاكي بشكل احسن. من اهم الخلافات اللي ما بين الزوجه وما بين الحما تربيه الاطفال. يعني مثلا في كتير قوي بتبقى معارك، نتقل الهدوم ولا نخففها، مش عارفه ياكل اللبس دوت او لا، او ياكل قصدي الاكل ده ولا لا، يبتدي ياكل من امتى. في حاجات كتير قوي. اولا اغلب الزوجات ما بيبقوش عايشين مع الحما، فانت قدامك كذا حال اختيار. انا ما بحبش اقول اختيار، اول اختيار اللي هو الاسهل، لو سمحتي دي حياتي يا طنط، من فضلك ما تتدخليش، من فضلك انا ليا اسلوبي، لو سمحتي انا متعلمه وما بحبش حد يوجهني، مش الكلام ده بيتقال، انا ليا شخصيتي، انا ليا تفكيري، ده انا مامتي ما بتكلمنيش بالشكل ده، ده انا مامتي ما بتتدخلش في حياتي بالشكل ده. وكل دوت بيفتح ايه ابواب ايه مشاكل وعكننا ونكد بمليون خط تحت كلمة نكد. خلاص. حاجة تانية، في بعض الزوجات بتقول لك انا لما حماتي بتيجي تتدخل او تقول اي كلام في تربية الاطفال بديها الوش الخشب، ولا كأني سامعاها وما بردش عليها خالص، وبسكت وحاسه ان انا ضغط على نفسي. اول ما بدخل البيت بنفكر في زوجي، اقول له شفت مامتك عامل كده وانا سكت، شفت مامتك قالت ايه وانا سكت. برضو ده نوع تاني من النكد، وهي فاكره ان هي ادت لحماتها الوش الخشب، ان يعني انا كده ضغط على نفسي وسكت خالص، ان حماتي بعد كده هتبطل. لا، يعني بعض الحماوات يعني بتتوقف انها تتكلم، بس بتكون في حواجز سلبيه ما بينها وما بين الزوجه، وبتبتدي انها تتضايق منها وممكن تكرهها. يعني دي حاجه. بعض زوجات تاني حموات تانيين لا، عند بقى هي دي اللي هتسكتني، لا انا برضو ايه هتدخل. في الاختيار الثالث اللي انا بفضله، طبعا كل زوجه من حقها تختار اللي هي عايزاه، اسمعي وخلي وشك هادي، وشك عشان يبقى وشك هادي ما يبينش انك انت متنرفزه، ريحي كتافك، البطن سنه تطلع لقدام، هتلاقي ملامح وشك اهدى. استحاله لو يعني عملتي الوضع دوت هتتنرفزي. اولا وشك يبقى هادي، هاتي مبتسمه، شكرا يا طنط، ربنا يخليكي لينا، واعملي المناسب بس ليكي. وبعدين بلاش توقع ان كل اللي هتقوله غلط. ممكن يعني قالت لك 10 افكار، ممكن واحده او منهم كويسين، خليكي ذكيه وخديهم. ايه المشكله؟ قالت لك 10 وحشين، خليكي لطيفه، شكرا يا طنط، وما تعمليش ال10 دول، ومن غير ما تروحيش تقولي لايه زوجك انا ايه مامتك قالت كذا كذا وانا كبرت دماغي وسكت ولا كذا. لا، يعني خدي بالك من حاجه، انت حياتك مش هتبقى احسن ما انت بتخططي ليها لو انت داخله ان علاقه مع حماتك انك انت مين فينا اللي هتمشي كلامها، مين اللي في كده. انا في مره زوجه قالت لي على حاجه، قالت لي ان هي قبل ما تتجوز صديقاتها قالوا لها خدي بالك انت لازم تروضي حماتك. فهو المطلوب لا الزوجه تروض حماتها ولا ان الحما تروض زوجة الاب. مش من حق حد ان هو يسيطر على حياه حد، ولا من حق حد يقول كلام سخيف لحد او ان هو ينتقد حد. يعني انا في مره زوجه عمري ما انساها قالت لي انا حماتي مش فاهمه ايه اللي بتعمله دوت، هي فاكره نفسها صغيره لسه بتصبغ شعرها. ايه مشكلتك ما تصبغ شعرها، ما تعمل اللي هي عايزاه؟ يعني نفسي قوي ان الزوجه تركز انا عايزه ايه من حماتي، بس انا عايزه معاه ان
ما تقولش كلام سلبي عني لزوجي، ما تضايقنيش، ما تقوليش كلام فيه إهانة، غير كده تعيش حياتها، تصبغ شعرها، تعمل اللي هي عايزاه، تقول تفتي في التربية في حاجات غلط كذا، توصف لي في حاجات. يعني في مرة فاسها في زوجة قالت لي ان في معارك جامدة جدا ما بينها وبين حماتها عشان مسحوق الغسيل، انا بفضل ده وده عشان ايه؟ خلاص هي مش هتيجي في بيتك تخليكي تعملي اللي انت عاوزاه بالعافية، خليكي ذكية، انت ما بتشوفيش حماتك الا كل فين وفين، حتى الناس اللي ساكنين مع بعض في نفس البيت ظروف الحياة بتخلي الناس ما بتقعدش مع بعض كتير دلوقتي. الحبة اللي انت قاعدة مع حماتك استرخي، ارخي ملامح وشك، خليكي مجاملة، قولي لها كلمة لطيفة، أي حاجة، ده هيوسع حياتك انت، بس بشرط انك تعملي دوت، مش تقولي أنا جاية على نفسي بس على الله زوجي يقدر، على الله هي كمان تقدر، لا أنا بعمل ده عشان نفسي أولا وأخيرا، عشان أسعد نفسي، وعلشان ما افتحش باب للمشاكل في حياتي، وعشان أدخل طاقتي إن أنا أسعد نفسي وأسعد زوجي وأولادي، وما افتحش يعني ما ضيعش طاقتي في خلافات ومشاكل انا ممكن اتجنبها. يعني وده الحقيقه، ودي يعني عايز اقول ده المفتاح للحياه السعيده، ان انا ما افتحش بابواب لمشاكل، بالعكس اول ما اشوف اول بدايات المشاكل احتويها بالاول، واقول لنفسي انا ذكيه بما يكفي ان انا بقفل الباب دوت، مش ضعف، ولا ان احنا مش في معارك مع حماتي، حماتي مهما كان اي فيها عيوب هي اللي ربت الايه الانسان اللي انا متجوزاه دلوقتي، هي جده اولادي، من انا كل ما هكون لطيفه معاها هي هتبقى لطيفه معايا، لو انا اتخانقت مع زوجي هي هتبقى على الاقل مش هتحرضه ضدي، لما هتشوف اولادي هتعاملهم بحب، وده هيسعدني، بدل لكن انا لو علاقتي وحشه معاها لما تشوف اولادي مش هتديهم حب الجده، يبقى انا كده من غير ما اقصد انا بحرم نفسي وبحرم اولادي من سعادة ومن راحة بال بدون أي مبرر. يعني يا رب كلنا نبتدي. وآخر حاجة أحب أن أقولها، بلاش أقول لأي صديقاتي أن أنا كويسة مع حماتي، لأن غالبا هتيجي النتيجة تحريض، وأنت ضعيفة وأنت شخصيتك ضعيفة، لا أنت قوية بما يكفي أنك ما تعمليش معارك لا مع حماتك ولا مع أي حد. مع دعائي لكم كلكم بالتوفيق.